شربت كوبايه شاي مزاج. تسلم يدك. ما قلتليش بقى انت نواره ولا العايقه؟ نوار، بس لما خلدون خدني سماني العايق. وخلدون ده جوزك؟ لا، بس راجل. كلامي مخول يعني؟ ايه فهميني عاد. انتوا عشان بيوت قديمة وعندكم يعني حاجات غيرنا هتستغربين. مغاربة للشيطان، كل واحدة في طرح البحر ليها راجل تشقى وتشتغل وتتعب عشان، وكل الناس تبقى عارفة انها تبع فلان. لكن هي تعشق مين، ترضى بمين، تروح لمين، دي حاجة تخصها هي. أعوذ بالله. أيوة أعوذ بالله يا حاج هلال، توك اللي فهمتني. ربنا يسترها عليكي وعلينا. أمال أنا استجرت بالحاج عجمي وبيكم ليه؟ ربنا يحسن ختامنا وختامك. جرحتيني وجرفتي مني يا حاج هلال. وليه بتقولي كده؟ عشان اللي عرفتيه عننا. كل واحد ومكتوبه، بس اللي يعرف غير اللي ما يعرفش. وانتي استجرتي بينا يعني ما رضيتيش، قلبك نظيف وربنا اعلم باللي في القلوب يا بنتي. قلت يا بنتي طالعه من خشمك هتخلي القلب يزغرق. ما انتي بنتي وليا زيك زيي، ربنا يسترها علينا يا بنتي. يا بت ما قلتيش. ما قلتش ايه؟ ما عرفتش حاجة عني. ما انا حكيت. قلبك فين؟ ما عارفاش، ساعات بحس اني ما عنديش قلب. طب وعرفات؟ عرفات ده هايم وهيمان في حاله مع نفسه، يشوفني قلبه يروح معاه، يشوف العيال اللي صغيرة قلبه يروح معاه، يشوف البحر يقعد يتكلم معاه كأنه حبيبته. قلب عرفات في حب ومحبة من الأول، مش للعايقة ولا لغيرها. طب وانتي؟ أنا والله ما عارف، من كتر ما لعبت مع الدنيا ولعبت معاي بقيت ما عارفاش أنا إيه، العايقة ولا نوار، حية ولا ميتة، عاشقة ولا من غير قلب، طرح بحر ولا مرة نفسها تبقى ست عليها القيمة زيك. انت حيرانة وكلنا حيارة في الدنيا يا بنتي، يا بنتي.